فعالية أريد بها تقريب المصدر من المستورد، فتحت المجال للمستثمرين الذين يطمحون في دخول السوق الإفريقية. 250 عارضاً جاءوا هنا بحثاً عن فرص التصدير إلى إفريقيا. هذا الصالون يعتبر أول خطوة يعني فعلية في هذا في هذا في هذا الإطار. إذ نعطيكم تصريح حصري لقناتكم المحترمة أنه يوم 8 جويلية في اختتام هذا الصالون راح نديروا الانطلاق الرسمي لتجمع دار إفريقيا للتصدير. الظروف الصحية ربما حالت دون حضور الكثير من المستثمرين، ورغم ذلك ممثلون عن العديد من الدول لم يتأخروا عن الالتحاق بالمعرض الذي نظم في اليوم الأول من الفعالية. هذه الفعالية تتيح لنا فرصة عرض المنتج الباكستاني من جهة، ومن جهة أخرى يمكننا أيضا من البحث عن فرص كثيرة للشركات الجزائرية، مما يمكننا أيضا من مساعدتهم وربطهم بالجهة الباكستانية المهتمة. جنوب إفريقيا دولة متقدمة، ونبحث اليوم عن تنويع اقتصادها من خلال جلب منتوجات جديدة إلى أسواقنا. ورغم الفرص المتاحة للجزائر والتي تمكنها من اكتساح السوق الإفريقية، يعتبر نقص المعلومة من أهم العراقيل التي تقف في وجه المستثمر الذي يجد صعوبة في الوصول إلى البيانات. نهضروا صراحة كاين عراقيل بزاف إدارية، منها نقص في المواصلات، نقص في المعلومة، ما تلحقناش احنا يا ليزاندستريال المعلومة تدور يعني في محيط معين ماهيش لابورتي يعني للناس كامل الجميع يعني. والمشكل الكبير اللي تلاقيناه هو جائحة كورونا. مؤشرات عديدة تؤكد رغبة الجزائر في الاستفادة من حجم السوق الإفريقية المقدر بمليار ومئتين مليون نسمة. وبين الرغبة والإنجاز عراقيل كثيرة تقف في وجه المستثمرين، أهمها البيروقراطية. من الجزائر، سارة بانا، اليوم.